المحاضرة بتاعتنا النهاردة هو يعني عبارة عن أو عنوانها ليد توكسيستي أو التسمم بالرصاص. ليد is a heavy metal. It is a bluish gray in color. Lead is poisonous أو toxic when inhaled or ingested. يعني عند الاستنشاق أو يعني نزوله إلى عن طريق الجهاز الهضمي. لكن في بعض أنواع من مركبات الليد ممكن تنتقل لجسم الإنسان عن طريق الملامسة وعن طريق الجلد، ده في حالات الأورجانيك ليد. Lead gets into the bloodstream. It is stored in the organs, tissue, bones, and teeth. There are two forms of lead compounds, inorganic and organic. يعني في عدوي وغير عدوي، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. They have quite different properties. بالنسبة للـ inorganic lead، بالنسبة للـ inorganic lead use mainly as lead oxides and lead fumes. Known occupational exposures أو التعرضات المهنية المعروفة، في عندنا الـ mining، وده بيتعرض فيه العمال أثناء الـ extraction، primary smelting، transport، secondary smelting في extracting lead from scrap، يعني عند استخلاص الرصاص من الخردة، battery manufacture أو صناعة البطاريات، وده بيبقى probably major occupational exposure. Metal engineering برضو في هندسة الفلزات أو المعادن بيبقى في نوع من التعرض للليد. Wire drawing أو سحب الأسلاك. Lining tanks with lead أو تبطين الخزانات بالرصاص. radiator manufacture أو صناعة المبردات والريبير برضو إصلاحها. soldier manufacture use lead pigments dye وإنك وبنت manufacture هي صناعة البويات. And use for example اللي هو الأورانج ليد كروميت والبلومبيت برايمير. كل هذا كلام يمكن أن يكون تعرض مهني للليد. بنتكلم عن الـ possible occupational exposures، حاجات historical or current status not known، يعني حاجات تعرض تاريخي أو إن الحالة الحالية مش معروفة لهذه التعرضات، زي الموتور فيكل اسمبلي اللي هو صناعة تجميع السيارات، بانل بيتنج أو منصات الطرق، فاوندرز أو اللي هي المسابك، ميتالورجيكال سي أو يعني مقايسة السبائك
زي سبائك الذهب، سيراميكس، في صناعة السيراميك، جلاس مانيفاكتشر، صناعة الزجاج، اميونيشن مانيفاكتشر أو صناعة الذخيرة، راديشن ويرك في الهوسبيتال، البلامبنج السباكة، بلاستيك اندستريز في صناعات البلاستيك، برينتينج طباعة، جولري مانيفاكتشرز صناعة المجوهرات، رابر اندستري صناعة المطاط، شيب بيلدينج بناء السفن وإصلاح السفن والريربير، بيستيسايد مانيفاكتشر أو صناعة المبيدات، وخصوصا طبعا مبيد اللي هو الليد أرزينيت. بالنسبة للأورجانيك ليد أو يعني الرصاص العضوي، طبعا كان بيستخدم لأوقات قريبة as الأورجانيك ليد as anti-knock agent أو عامل لزيادة فعالية الجازولين، وفي أنواع من الأورجانيك ليد اللي كنا بنستخدمها زي التترا إيثايل والتترا إيثايل والتترا ميثايل ليد، كمان في البليندنج أو المزج والفيلينج أو الملء، كل ده بيكون فيه تعرض للأورجانيك ليد. لما نتكلم عن الليد انفيرومنتال او دوميستيك اكسبوجر، فعندنا اول تعرض من الليدد بنت او البويات او الطلاءات المحتوية على ليد زي deteriorating bent chips in house dust و في soil exhaust fumes، وده نتيجة إن الغبار بيجي ويسقط على غبار الرصاص غير العضوي ويسقط على التربة. use of lead lined vessels أو الأوعية المبطنة بالرصاص، استخدامها طبعا بيؤدي للتعرض للليد. battery burning as fuel حرق البطاريات واستخدامه كوقود. emissions from smelters أو الانبعاثات اللي بتحصل نتيجة صهر الرصاص، وبيتعرض ليها الناس اللي في الأماكن القريبة. water via pipes أو المية ما بتمشي عبر الأنابيب اللي ممكن تكون مصنوعة من الرصاص أو مبطنة بالرصاص، ممكن يحصل تعرض للرصاص. home smelting to extract lead صهر المعادن و في المنازل للحصول على الرصاص يؤدي إلى استخلاص الرصاص، يؤدي للتعرض للرصاص. work clothes of parent يعني لو كان الوالدين الملابس بتاعتهم تحتوي على غبار الرصاص فممكن الأطفال يتعرضوا لهذا الغبار. sinker making أو صناعة الغطاس اللي بيستخدم فيه الصيد. ليدد جازولين طبعا التعرض للوقود اللي يحتوي على رصاص. بالنسبة للتوكسيكولوجي واللي ليه علاقة بالإنورجانيك ليد،
لما بنتكلم عن routes of entry أو طرق دخول الرصاص غير العدوي للجسم، فبالإنهيليشن، بالإنجيشن occupationally from smoking, eating while exposed, swallowing sputum، عن طريق السكن طبعا not normally، لكن في الأورجانيك يعني لات بيبقى فيه تعرض لي عن طريق الجلد. Compartments البلد الهاف لايف 36 يوم، في السوفت تيشو اللد بيبقى الهاف لايف أكتر من 40 يوم. ترابيكولار بون أو اللي بنسميه السيرفس بون بيبقى سيركوليتنج طبعا الهاف لايف أو يعني of the order of months، يعني بيبقى عبارة عن شهور. الكورتيكال ديب بون بيبقى الهاف لايف أو النصف العمري بالنسبة للإن أورجانيك ليد بيبقى 20 years plus، يعني ممكن كمان أكتر من 20 سنة. بالنسبة للكيميكال أكشنز للإن أورجانيك ليد يبقى عن طريق binds to ligands، يعني ارتباط بالروابط زي روابط الـ OH والـ SH والـ NH2 في الجسم داخل الجسم طبعا. enzyme inhibition بيبقى برضو شغل الـ inorganic lead أو lead عن طريق الـ enzyme inhibition أو تثبيط الإنزيمات، أو cell membrane site of action. كل الكلام ده بالنسبة لل chemical actions of inorganic lead. rate of exposure in relation to effects، فعندنا في التأثيرات الحادة يبقى التعرض لـ high dose over relatively short period، يعني التعرض لجرعات عالية في أوقات نسبيا بتبقى قصيرة، فترات قصيرة. في delayed post acute، يعني high dose في الطفولة ثم بعد ذلك بعد مدة يبدأ يحدث followed by adverse effects many years later بعد سنوات. chronic exposure ده steady dosage وتبقى لفترات طويلة، ده typical occupational exposure، وده بيبقى في التعرض المزمن ده بيبقى غالبا في التعرض أو تعرض أثناء العمل أو التعرضات المهنية للـ inorganic lead. بالنسبة للـ clinical effects of inorganic ليد، في نمرة واحد في الكلاسيك سيندروم اوف اكيوت ليد بويزنينج، وهي بتبقى يعني مكونة من ابدومينال بين وكوليك، كونستيبيشن، مايالجياز، ارثرالجياز، فاتيك، ليد لاين او بنسميها البيرتون لاين، اون جامز historically associated with poor periodontal hygiene، يعني دايما مع الهيجين بيبقى bad hygiene للماوس، anemia، rest drop، encephalopathy. كل الكلام ده بيدينا سندروم كده خاصة بما يعاني المريض بـ acute lead poisoning. ولكن this textbook syndrome is very uncommon today. تاني حاجة في الكلينيكال effects في
في عندنا organ system effects of chronic exposure or delayed effects of acute exposure. بالنسبة للهيماتولوجيك يعني اللي بنلاحظ في الدم انه بيبقى فيه نورمو سيتيك نورمو كروميك انيميا ريتيكليو سيتوزز وفي الباسوفيليك ستيبلينج اوف ريد بلاد سيلز وال ذس تكست بوك فيتشر از نوت ا كومن فايندز وبيكون طبعا الميكانيزم ثرو ريديوسد ريد سيل سيرفايفل وانهبيشن اوف ريد سيل فورميشن. دي صورة للبيرتون أو البيرتونز لاين وهو بيبقى عبارة عن ترسبات للليد سلفايد at the junction of teeth and gums. واضح اللون يعني المتغير والدارك ما بين ال junction of teeth and gums. كمان من يعني أثناء ما بنعمل إكس راي على البون فبنلاحظ في حالات الليتوكسيستي اللي هو الدنس ميتا فيزيال باند ساينز in the distal femur and proximal tibia of knee joints. واضح الدنس ميتا فيزيال باند نتيجة طبعا الترسب بتاع الرصاص. ده دياجرام بيبين الهيم سينسيسز ان ليد توكسيستي وزي ما احنا شايفين في الدياجرام ان الرصاص بيعمل انهيبيشن للامينو ليفيولينيك اسيد ديهايدراتيز انزيم اللي بيحول الدلتا امينو ليفيولينيك اسيد الى بورفوبيلينوجين وده بيؤدي لتراكم الدلتا امينو ليفيولينيك اسيد في البلاد. كمان بيعمل انهيبيشن للفيبروكيلاتيز انزيم اللي بيحول البروتو بورفيرين 4 لهيم عن طريق الـ incorporation of الـ Fe ions وده برضو بيؤدي للـ accumulation of الـ protoporphyrin 4. أما نيجي نتكلم عن الـ renal effects لل inorganic lead ففي حالات الأكيوت بيعطينا ما يسمى بالفانكوني like syndrome mainly with acute exposures for example in children. في حالات الكرونيك exposure بيبقى في عندنا chronic nephritis هايبر يوريسيميا هايبر تنشن عن طريق الميكانيزمز اللي هو بروكسيمال تيوبولار دامج ديفيوز تيوبولو انترستيشال ليجن. كمان في بيبقى انكريز دي ابزوربشن اوف يوريت وي امبيرد رينين الدوستيرون فانكشن وده يقال ان هو اللي بيؤدي لحدوث الهايبرتنشن. بالنسبة للنيورولوجيك ديفيسيت بالنسبة بريفرال بيبقى فيه موتور نيوروباثي كلينيكالي وبيبقى فيه
Amyotrophic lateral sclerosis syndrome not proven, غير مثبتة. Early or mild effect. Abnormalities on nerve conduction studies. في حالات السيفير بيبقى في rest or ankle drop. بالنسبة للcentral neurologic effects بيبقى في subjective زي بيبقى في irritability, fatigue, insomnia, headache. Psychiatric disturbances have been described. Objective بيبقى في neuro psychological deficits. Acute encephalopathy with seizures يعني نوبات وتشنجات rare in adults. Through mechanism اللي هو بيبقى نتيجة حدوث axonal degeneration أو demyelination أو neurotransmitter disturbance. بالنسبة لل reproductive effects في inorganic lead فبيبقى في impotence, decreased libido يعني عجز جنسي وقلة الرغبة الجنسية, infertility في الـ women and men بيبقى في فيتو توكسيستي وفي adverse pregnancy outcomes زي الابورشن والجهاض والستيل بيرسز والديفيسيت deficits in child interfere with growth and neuropsychological development في النمو ويعني التطور في الطفل وخصيصا في neuropsychological development. الميكانيزمز through defective spermatogenesis أو central gonadotrophic defects وبيبقى في teratogenic effects و pregnancy effects. Other endocrine effects بيبقى في نتيجة تعرض ال inorganic lead بيبقى في hypothyroidism, impaired adrenocortical access. بالنسبة لل carcinogenic effects ف يعني الرصاص بيبقى possible human carcinogen. بالنسبة لل biologic monitoring بيبقى عندنا ال blood lead لابد ان يبقى في distinction between blood lead in those newly exposed اللي لسه معرضين حديثا versus those chronically exposed who have high bone stores. ده مهم جدا اما نيجي نقيم ال blood lead level. كمان بيبقى ممكن بنعمل الزنك بروتوبورفيرين او بنسميه زد بي بي بورفيري اريثروسايت بروتوبورفيرين وده يعني بنعمل الفينجر بريك ايزير ان ورك بليس عن طريق الهيماتو فلوروميتر more integrated exposure over past few months than blood lead in recently exposed. يعني ده بيدينا فكرة عن التعرض من 3 ل 4 شهور ماضية. May be elevated in iron
deficiency وده بيبقى false positive. في other investigations زي urinary lead not useful for inorganic lead unless following chelation challenge to determine body load. وعندنا urinary delta amino levulinic acid ده very sensitive specific لكن not routinely ان احنا بنعمل. بالنسبه للبيولوجيكال effect monitoring and clinical investigations فممكن بنعمل ال blood pressure urine analysis full blood count عشان نشوف الـ يعني الأنيميا، لكن الأنيميا طبعا not common at lower lead levels. renal function نشوف اليوريا والكرياتينين ولكن هي بتبقى insensitive. كرياتينين clearance ensure proper 24 hour urine collection مهم جدا. concentrating ability following overnight fast. بنعمل nerve conduction studies وبنعمل neuro behavioral test battery for CNS effects. كمان بنعمل في الحالات ال inorganic lead exposure بنعمل semen analysis after fertility history وبنعمل endocrine work up ولكن ده يعني uncommon نحن بنعمل. لو اتكلمنا عن ال regime of treatment بالنسبة لل inorganic lead toxicity أول حاجة removal from exposure ف ال بلاتليت أما يبقى 60 مايكرو جرام بر ديسيليتر أو الزنك بروتوبورفيرين بيبقى 10 مايكرو جرام لكل جرام هيموجلوبين or if symptomatic or other clinical indication. المونيتور ريتيرن when blood lead يبقى أقل من 50 مايكرو جرام per deciliter or zinc protoporphyrin بيبقى أقل من 6 مايكروغرام بير كل بير جرام هيموجلوبين. بنعمل برضو الكيليشن أو الاستخلاب اللي هي إزالة المعادن من الجسم وده بيبقى clinical decision. في حالات الأكيوت سيمتومز أما يبقى البلاتليت أكثر من 70 مايكروغرام بر ديسيليتر في حالات الكرونيك ديفيسيتس نو ايفيدنس فروم ترايلز وبتبقى الحاجات كلها تجريبيه امبيريكال ونيفر الاستخلاب يبقى بروفيلاكتيك او بيكون الاشخاص او الاشخاص يكونوا ما زالوا معرضين. الكليتنج ايجنت اللي بتستخدم في الـ inorganic lead toxicity management زي الدايميركابرول وزي الديبنسلامين والكالسيوم اديتا والدايميركابتو ساكسينيك اسيد وده بيبقى اورال وليس توكسيك. الـ CDC أو Center of Disease Control have set the standard elevated blood lead level for adults to be 10 microgram per deciliter and for children 5 microgram per deciliter
of the whole blood for prevention and control of environmental lead exposure، وعشان نبدأ نعمل الإجراءات الخاصة بالوقاية والتحكم في الإكسبوجر. لو اتكلمنا عن الأوكيوبيشنال بروتكتيف بروسيجرز and methods that must be provided by the employer to prevent lead exposure، فبنتكلم عن local exhaust ventilation وهو إزالة lead fumes والدست من مكان خروجها، وده باستخدام الهودز والدكتس والفانز والفلترز to remove these lead fumes and dust. كمان بنستخدم ال personal protective equipment أو مهمات المهمات الوقائية الشخصية. This includes the use of gloves or facade goggles، نظارات واقية، clothing protection boots، أحذية، and where necessary respirator أو يعني أجهزة للتنفس. كمان بنهتم بالبيرسونال هايجين، personal cleaning materials such as waterless cleaners and paper towels must be made available to all workers at their work locations. بالنسبة للأوشا LEED standard requires employers with LEED operations and processes to conduct industrial hygiene air monitoring to determine the level of LEED exposures. الستاندرد اللي الأوشا وضعها إن a permissible exposure level يبقى 50 مايكرو جرام بير كيوبيك متر averaged over an 8 hour work shift or period. If the industrial hygiene monitoring results identify lead level that exceeds the permissible exposure limit, the employer must initiate periodic personal sampling or air monitoring tests. كمان لابد تبدأ اللي هو الانجينيرينج والادمنستريتيف and work practices as well as personal protective control to ensure that workers are not exposed to hazardous lead level. فلابد ان هذه الاجراءات تبدأ اللي هي الاجراءات الهندسية والادارية والممارسات داخل مكان العمل و الـ personal protective controls كلها تبدأ عند زيادة الـ permissible exposure limits للـ lead level. The employer must provide medical surveillance and if necessary medical removal protection from all affected workers. ممكن يعني هذه الإجراءات برضو أيضا تتعمل، أما يبقى الـ permissible level زايد عن 50 مايكروغرام بير كيوبيك متر اير. These procedures must be continued until the employer can demonstrate adherence to the OSHA standards. بالنسبة للأورجانيك ليد
Organic lead is very different from inorganic lead. Tetraethyl lead is more toxic and less volatile than tetramethyl lead. بالنسبة للإكسبوجر في المانيفاكتشر في التصنيع والترانسبورت في البلندنج ات ريفاينري أو في محطات التكرير كليننج اند مينتننس اوف ستورج تانكس برضو وخصوصا للليدت جازولين بيبقى في هايست ريسك سكين اند ريسبيراتوري روت انتري وفي طبعا بيبقى difficult to predict. بالنسبة للتوكسيكولوجي اوف اورجانيك ليد هايلي ليبيد سوليبل خصوصا في السي ان اس ليفر ميتابوليزم تو ووتر سوليبل تراي الكايل ليد. بالنسبة للكلينيكال افكتس يبقى في نيرفس انستابيليتي انسومنيا واجيتيشن نوزيا وي فوميتنج بيبقى في نورمال بلاد كاونت في حالات السيفير اكسبوجر بيبقى بالسيفير افكشن بيبقى في هايبر اكتيفيتي وديليوجنز ويكوما. بالنسبة لتريتمنت سيديشن وهايدريشن بالنسبة للبريفنشن بنعمل انكلوجر اير سبلايد فول بودي بروتكشن ان تانكس وبالنسبة للبيولوجيكال مونيتورينج لابد ان احنا بنحافظ على ان اليورين ليد من الاورجانيك ليد يبقى اقل من 150 مايكروغرام بير ليتر يورين. شكرا لحسن الانتباه والمتابعة.